محاربة الجريمة بشتى أنواعها وحماية المواطنين وممتلكاتهم وتنفيذ مخطط قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بالعباس للإطاحة بعصابة الاعتداء على مستعملي طرق المواصلات، تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي بالعباس من توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و30 سنة من أجل جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة والاعتداء على مستعملي طرق المواصلات. تعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بالعباس بدوريات على مستوى الطريق السيار شرق غرب ليتقدم إليهم الضحية يفيد بتعرضه لمحاولة الاعتداء. على الفور تم تنفيذ خطة أمنية محكمة للإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية مع حجز أسلحة بيضاء كانت تستعمل في الاعتداء على المواطنين، بندقية صيد بحري، 6 هواتف نقالة، مركبتان سياحيتان كانتا تستعمل في تنفيذ مخططهم الإجرامي، وشعر مستعار للتمويه. سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بعد الانتهاء من التحقيق.